عرب أمريكا والله ما ميلا أذكر عرضه ميلا أذكر حرق كره جري ميلا أذكر حرق كره إذا إن لو قدر الربا هيا بها قار وأن كده حل ضدك أما بدين نسوق جرسي خير الله سيد دال بدر السوبيان أو أبا هن قاركوت أو شركيات كينا أيو أولي اللبر يا أيو قبوره وحلوه حرها أيو وحيا بها صنع وحيا بي ما نشتلف والله دقال إحاين حقي ونوعه إن الله دقاله ولي نواصح إن الله دقاله إن دتك لقيت توعيه الله برا إن وحاس أيضا دين إهن وأي دين أي تاي كتاب كإله السنة النبي عليه الصلاة والسلام إن دتك الله عطي الربا دت بدنا ميلا وحي كليهن نمن كان قوارجت أو دتك الله ينعيه وحي كسر هوس بحن نمن كسلفي ذا هاي اتحاد كإمادن اعتصام كسر بحن سلفي كإمادن هذا ينافي عقيدة السلف إن دلك على السيو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مرتضى وغهر يا رئيس وزارة رئيس وزارة حمد عبد البر اللي بعد هذا شرفت لي لبضع أقل ولما أدينك إن أي غر مرشاهد مرتضى كلون طلاب العلم غنن حانكو السلام عليكم وحرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز اللبات وحارونتي أنكو فرح سنحي وشرفوا إني ورونتي أن آد وما عرقت فرح سنحي كسوق يبقال كمانتا كسوق يبقال شركا وعيد دقين علماء منهج كسلفقة أما دعادة سلفقة أي وضن كاري رونتي وحن رجينا إن وحفي عن وحكو أولئك صبحاً بإذن الله تعالى هذه الدعوة السلفية ودعوة عن معركتك وصوب برباري شخصياً أنا أنتمي إليها أو أنتم أقري سنها أنكو الشرف أنكو فانا أيو محاد عيوة الدعوة إلهي سبحانه وتعالى الدين تيسك هالليسو ودينك إلهي سبحانه وتعالى وحيكو السلية سنتحي أي كتير سنتحي ومنهج كذب ويهي إلا راعو كتابك إلهي سبحانه وتعالى يسنة النبي عليه الصلاة والسلام يذو الله فهمه الله راعه وضد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يسحاب ديسي يتابعين وابدين إلهي أصدر إلهي سبحانه وتعالى قرآن كله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم راع وح إلهي يسوده سبحانه وتعالى وإذن سود الجيه سيدة آيات ما عرقتي وبرنامج كوكسو قبقوه وآيات ما عرقتي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم أنا وضد إلهي سبحانه وتعالى لو قاره جد كيس وإلهي رالي كيس لو تقاه وحال وضع وضد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكانه أقص على سن كتابك إلهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدو إلهي ليه راع راعنا طرق ذكال فتفرق بكم سيدين كالجيس ولكن أبوان كمركو هلا يوحو كهلاي ما كان ضد كلاينا حاجة لقى وراء بيجري حرب أنا وش يقو منهج كاس الغم وراء بين منهج كاسي ومنهج إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس وكسودي إنه محمد وكسودي جي منهج من يسها يمأهن قفك مسلم كهدي جيس ومنهج قد حيو إن ذاتك اللقاء ليسيو إن معاصدي يحمانتي يكفرك يشركك اللقاء عمصو كانوا عدينا كان ذاتك إنه قال ليسيو أديدا رسول كان عليه الصلاة والسلام وحاو يري فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وددي ذراع سنة النبي عليه الصلاة والسلام إيو سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وحاك له حديث ما عرقتي رسولك عليه الصلاة والسلام حديث اللي قوري لا يكجر وما ذيهور إنه سوى قيب سمين قيب بضل أسوى قيب سمين وما دان ويروح قيب سمين دون تا سدح طلباتاً يسدح فرقه كل قد
هلاقي جلايان مرك لغيرها يبقى هل فرقه صحابة وهويدين النبي عليه الصلاة والسلام وحكيري ما أنا عليه وأصحابي في القضاء سبت باديسو وهمد كتاقا وحانيقا كتاقا هاي إيه صحابة ذي ذو وحاكروا رسولك عليه الصلاة والسلام حديث وكت المعمى قرون تقردق وفضلك بعضا إنو أحي قردق يسي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صحابي يقول له إنو سد حكاد إنو الله بكاد ما حصصته أما روايات راوياش بتكبير لها يساس أو القرون المفضلة في الإسلام إنو أحي قردق النبي عليه الصلاة والسلام إيا قرني ذاك وحيق ساس درتد دعوة إلهي سبحانه وتعالى اللي قد وان هايو وضد إلهي اللي هو قارايو وحاقه فضل بضل وقوه رأي وقفل من الربعين وراعه وضد النبي عليه الصلاة والسلام كذب صحابة ديسي إيا أتباع لصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان مرك منهج كالسلفي قاه علماء أجوكسو وشرح دونتو ولا عليه عندها هي ما أركتي طبعا دبعي وحبوب بدل كره وحلاقي وقف أسوأ منهج صح هستو إن دبعي يس وقلف سنة هذا معلن دكس المكسوب بري إيو نين كلا إيو ودبعي منهج معها ودبعي منهج معها منهج ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة عرب أمريكا والله ماذا ميلا أذكر عرضه ميلا أذكر أحرق كراجر ميلا أذكر أحرق كر إذا إن لو قال الربا هيا ما قار وأن كد حال ضدك أما بدين نسوق أرسي خير الله سيد ذا البدر السوبيان أو أبا هن قاركوت أو شركيات كينا يو أولي اللبر يا يو قبور وحلو حرها يو وحيابها صنع وحيابي ما نشتلفك والله دقع عليه هاين حقي ونو هاي إن الله دقع له ولي نواسح إن الله دقع له إن دتك لغت توعيه والله برو إن وحاس إينا الدين إهين وإي دين تأي تاي كتابك إلهي السنة النبي عليه الصلاة والسلام وحواي منهجك صح ذا وفرق الناجية ونبي إن أطلب عليه الصلاة والسلام إن أرى عن الله بهاي مركة مارك قارسي أو بارك مجاملة وهذه كنا ضدك أسكي ماذا إنه مال الصور لك وحياه وحاجره عن لقى مجاملة وهين عن الأسبوع ذر دارين وقفل با ومسلنا حق طاي إنه راعوا ضدك أن أبره هذو برواي أمو كأمس أمو كمجاملة ذن بلا أقدم باباي إلى أكت سبحانه وتعالى مارك شرح منهج كأسي وحودينا علماء محاضرات كذي إلى هيرة شركة وحا كجري وجيدوين كشركة عن أصول النقنع مدى اللباد وحيهد عدينتا إياقية حدة موقف كعلماء السلفية إياقية آدن حالة دارك مانت وكجره قضب آدي آدي بورتنتي وأه مهمة أسيقى نفتي سؤبها إلا كوريستاغو أو سي إخلاص وكجره oo umadna maslaxadeeda ay ku jirto in loo kor istaag u baahan wadankeena maanta marxalad badan ah mara oo mara khawarijtaas oo maanta la tilmaamay oo ama abwaanka wax ku tilmaamay oo dad kale ay tilmaameen waa fikr munharif ah oo jiray oo waqtiga saxaabada soo bilaawday in qofku uu ku baneesto dhiiga qofka muslimka ahay ahdaaf siyaasi ah ama fikr aqadi ah oo ku baneesto ulumada hadda ka horna shir weyn ay ka qabteen bayaan fiican ay ka soo saareen waaci waa ay ma aragtay sheegeen ulumada Soomaalida oo dhanka guud ahaan ulumada salafiyadan waligood manhajkooda wuxuu ahaay in manhajkaasi manhaj takfiir iyo wal khawarij in la cadeeyo oo la yiraahdo anagu kuma gaalaysiinayna qofka muslimka ah bidanbi hadii waxa ku jirta asaasiyadka aqeedada salafiga ah in dadka loo cadeeyo raba dad badanaa meelaha waxay kala yihiin نمان كاني قوارجت أو ضد كلاين هاي وحي كسو هوس بحين نمان كسلفيد هاي اتحادي كإمادين اعتسامي كسو بحين سلفي كإمادين
هذا ينافي عقيدة السلف. إن دلك على السيو أول الله يو أول الدلو إسكنا في اللان كلي مساجد الله وقم بضو أوضت كيو الدكان على الدين سيد هذا الدلو حكنا عي مش أكاديمية المنك عيدا من صومالي تبراي إن لور نحق له أول الدلو غف دكان عي أو صلاة دكان عي أو إله سبحانه وتعالى أود دكان على الدلو. هذا منهج أبريء كيه وعدتك مسلمين تجودهن منهج سلفا أبريء كيه هو إن العدايو تتك الله شاقو فكر كاسي إنه فكر منحرفة أن دين قسل السنين وإله سبحانه وتعالى وحقوق ما هذا علينا ورنتي كو أمانة بقول كيف بقول حكومة ده هذا جوكتو ومدهمين حس شخو قامنا يرزو عليه سبب جهد وين يقول الله تقالنك نما كان ليرا هذو الشباب وإنا أقرنا كو أمانة كو قرب سينا وانا صوبنا نبي الله تعالى والشيء آد مهم وآه مركا في رسوم مرحلة هذا الجو حكومة دا وشان يتمان كمي 2022 صاب باللعبات دور الشيء ذي كذب وهي كوري فصح من الوقت وهي كوجين أو سيخ ربان يكيلين ومضى نمانك الشباب اللي راه أو هير سكس ومضى وبابين كوجين هم مشغول سنين حكومة دي كوريسي لدقالك الشباب سيدهم الله لدقالهم والحق يقال لكن حكومة داني سفي عن جهدي وناكسن أي أوجا شيء وأنا أوجا ما هاد علينا إلا سي قرب قلنا ماش كجرتها إلا دبس على ماش كجرتها إن قرب قلنا استا كجرتها والله ماذا سلفيدا المقررات كود محي كسو صار يعني أنا تحس إني بارز أهاتو هذا يلفي عن تاه خلاص بكلا أو ماشي على حوي هاي يعني دولانك بد سمال لوسوق هذا أو دولة إثيوبيا أي إسكت ده إذا نلصو ماليد يبط صو ماليد يدو جيس لصيحان يسو معمول مركزي أن معترف هن إني معرت أي جيس لصيحة أكو قاعدة تقول كصو ماليد هنده سواء عندك سيف عن لو وعي قليا خطرت أكو تهي صو مال مدن دولة ما شاء الله جهد أن عاده هن أدب المسيد يصوب بس ذال زائد يصوب بس البرلمان يقلو البن يروح البوس سياسيا هذا لو تاغير اذا نفتيده وان دور بارز علماء اي كقاطان علماء سلفيد بالذات واي تلمامان ارنتاسيتو ان ميل لو سوده جيستو صف لو نوقدو لانا غلو دغال كاستو كيمادو مد دبلوماسيت مد دقاله مد دليرو مد او فن مد سوغان نوع البيت ان لا قيب قاطا اد امبورتوتا معنا هو خطر عظيمة أو جريتانك الصومالي ده من ماذا هذي يو نستاجي هذي قطرك وأهواي ما أنت هذي تاس أنا قولانه وحكوينا نقول إيمانا يهدي إلى الله سبحانه وتعالى أريد أسمع أرين آدي آد مهمة وحنا ربع علماء إني ما أرتي مبدأ وذا آد إني ما أرتي وحكى لو جرو ما أنت حالة ده ما أنت إلا وحيا بح هو هم موقف كنا قيحان كو آد الحالة ده الكجرو حكى جرو دستور كي أدبها بين الغصب منها دستور كهذا سيدا سقطوا برلمان سقطوا دي بابين ما هو بدلت إن علماء موقف كهذا أي عديان أي أن السياحيان تتقائمين تأو مسؤولي داسك سعودا برلمان سيدا هذا ويحك سعودا وبرلمان كهذا ويحك سعودا not only إن دول ماذا يو سي سعود كي جي سعود كي قطر جيل نساء institutions كلا بذا أقل معنى تريسا وحربا إن ما أردت علمه وحيابها قار أو لغة بها ومهم كأو ما تودك جدا كم التحي أما قديها أصاران أما ضد أصارانه ماذا هذا حال كل مانه وضن كاني لبعض يكون إلا أحد وحلو صو وضع إن ضد سود أقولهين إن وحول بلغة الشناعي هديت ما ضو أنا جس سنج على هاي أن صعنا لو استعج مايو والله صعنا والله صعنا وحتى يقول ناس كده سنوها الله إن لي هذا ما أردت والله صعنا وحول ما صوبنا هنا إن لده وحكينا إن ودم كلته وحكينا إذا سدينا دقنا ويسو دولتنا دولت كهرباء أسكت ضيد ما عبد الله فرماجة يقدومي ما مرسل أو حتى كانين أي برلمان كان صحيان على ديدة ما أنا بدأ ديدة قيب مجتمع كم لها أنقوق على سنين إن ليس السجو لا سقنعيو حجم تصاصي كجرتها وناجن تصاصي كجرها
هدي لكن لس دردر وحياه فربضا وحتى انستوشن نسك معنا ترى الى الصوبيو دول من مدى كل يلو هنا علماء قود هاني علماء سلفي حرام موقف كوضا انا معركتي ارنت هسيت النصائح هديتها دين كان الهي وحول الله السيد رسول كيد عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه والأئمة المسلمين وعامتهم. وإن لا نصيحة يا مسؤولين هذه برلمانيين هذه حكومة الطاي هذه مدحوانية هذه مام القبلديهين وقال لك التاقم دي ودعا نودعا عدو قمان تقول كان هويسنا جان السهلة إن مرك الله فريستو لسه سوغارو لحلس كراعو هذه important أطا قضب كاسيتي وحان قبا إنو يا قضب آدي آد مهمو وحان كالو قضب بدي إنو كجرين حالة عالم نفتي إنا في رسان ما أنت ضد مسلمين وغزة عقاب الغهاية دب الغهاية على لينا لبابينا وإن ضد مسلمين تعملوا بيجوغا عطك هذا هذين أود جرين بغالة جرين حوق جرين وين عطك هذا الحرة رزوارها جزاه الله خيرا قفك ليه حكومة دان أم الدولة داني موقف كيس وعدي هاي وها قضية دا سبركي تاهي مال والبانا كهل واركو أمانا رنتي وان جزاه الله خيرا وان رأرتي موقف أدونا كسوه لكن العلماء السلفية بالذات وحرها بقضية داسي إني موقف في عن إيكا قاتان وإي مقربغرات كود إي قيب كأهاتو محاضرات كغارة وحاكو جرتي مناهج المنحرف لك هلا هذا مركب مركب السلفية جوغن الشيعة ودبك عنها حقوقاتين ما أنت دولة ده منهج الشيعة هستو أبغى كي بقول وجرجر وين ده كمسلمين تا فلسطين الجدلة أيو ده كلسونين تا يده نفط هذا يده مناهج منحرف العدين أيو هذا نوحافي عن إن ده كمسلمين تا ميزان كقار لوسو دويو يمواقف تواناكسنا جلا يعني لوسو دويو الوقت ما أنا معرفتي لا هذا وما حسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.